الصحافة المتخصص في السمعية البشرية، ومؤسسة تكوينية خاصة، مؤسسة رائدة في مجال التكوين الصحفي والإعلامي. بالرغم من أن تأسيس أو إنشاء معهد متخصص في الإعلام يعد مغامرة كبيرة على المستوى الجهوي والمستوى المحلي، وخاصة في مدينة عيون، مدينة عيون عاصمة الأقاليم الجنوبية، بحكم ما يتطلبه هو هذا النوع من المشاريع، لا إن على المستوى المادي أو المستوى البشري أو اللوجستي، ولكن حب وركوب مثل هذه المغامرات أملت علينا كأطر شابة تنحدر الأقاليم الصحراوية الانخراط في التطور العمراني والتطور اللي كتعرفه الأقاليم الجنوبية، وكذلك الحاجة الملحة للاستثمار في العنصر البشري، واللي كانت دائما كانت تكون إكراهات تنقل على مستوى الأقاليم الشمالية للمملكة. يقدم المعهد دبلومات مهنية معتمدة من طرف الدولة في شعبتين، شعبة التقني المتخصص وشعبة التقني، ومدة التكوين تتراوح بين سنة أو سنتين. وجدت تأسيس هذا المعهد مساهمة منا كذلك كفاعلين مهنيين وإعلاميين شركاء في القطاع العام الخاص، للاستجابة لانتظارات المئات من الأسر والعديد من الفئات الشبابية التي ترى في مثل هذه التخصصات المهنية، والتي يضعها معهدنا منهجا للتكوين في مختلف تخصصات المسالك. اليوم سوق الإعلام بحاجة إلى كفاءات شابة قادرة بمهاراتها المتنوعة والمتعددة في الاستجابة للانتظارات في سوق الشغل. ذلك فإن المعهد ديالنا كيكون هناك تكوين نظري وتكوين تطبيقي. العنصر البشري هو القيمة، وهو الصورة الحقيقية اللي كنتمنوا أننا نلامسوها من كافة المجالات، خصوصا المجال الإعلامي والصحفي. نتمنوا أننا نكون قيمة مضافة في الأقاليم، نكون قيمة عندها مكانة في تعزيز المشهد الإعلامي للأقاليم الجنوبية، وكذلك المساهمة في هذا المسلسل اللي كتعرفه الأقاليم الجنوبية، لا على مستوى البشرية أو مستوى البنية التحتية اللي كتعرفها من المناطق الجنوبية. نتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطالبات، الشاب والشابات. الباب مفتوح، اللي عنده رغبة أنه ينخرط ويواكب هذا العمل، هذا عالم الإعلام والصحافة في الأقاليم الجنوبية.